الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قراءة في كتاب الملخص الفقهي لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان غفر الله له وللشيخ وللمستمعين وللشيخ المصلحين. قال المصنف رحمه الله: حكم المتخلف عن صلاة الجماعة وما تنعقد به صلاة الجماعة. إن المتخلف عن صلاة الجماعة إذا صلى وحده فله حالتان. الحالة الأولى أن يكون معذورا، أن يكون معذورا في تخلفه بمرض أو خوف، وليس من عادة التخلف لولا العذر. هذا يكتب له أجر من صلى في جماعة، لما في الحديث الصحيح: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. فمن كان عازما على الصلاة مع الجماعة عزما جازما، ولكن حال دونه ودون ذلك عذر شرعي كان بمنزلة من صلى مع الجماعة نظرا لنيته الطيبة. والحالة الثانية أن يكون تخلفه عن الصلاة مع الجماعة لغير عذر، فهذا إذا صلى وحده تصبح صلاته عند الجمهور، لكنه يخسر أجرا عظيما عظيما وثوابا جزيلا، لأن صلاة الجماعة أفضل من صلاة المنفرد بالذبح 20 درجة. وكذلك يفقد أجر الخطوات التي يخطوها إلى المسجد، ومع خسران هذا الثواب الجزيل يأثم إثما عظيما، لأنه ترك واجبا عليه من غير عذر، وارتكب منكرا يجب إنكاره عليه وتهذيبه من قبل ولي الأمر حتى يرجع إلى رشده. أيها المسلم، ومكان صلاة الجماعة هو المساجد، إظهار شعائر الإسلام، وما شرعت عمارة المساجد إلا لذلك، وفي إقامة الجماعة في غيرها تعطيل لها. وقد قال الله تعالى: في بيوت نادي الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. وقال تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة. فبهذه الآية الكريمة تنويهم بالمساجد وعمارها ووعد لها لهم بجزيل الثواب، وفي ضمن ذلك ذم من تخلف عن الحضور للصلاة فيها. وقد روي أنه لا صلاة لجار المسجد إلا بالمسجد، وعن علي رضي الله عنه مثله، وزاد: وجار المسجد من أسمعه المنادي. رواه البيهقي بإسناد صحيح. قال ابن القيم رحمه الله: ومن تأمل السنة حق التأمل تبين له أن فعلها في المساجد فرض على الأعيان إلا لعارف يجوز معه ترك الجماعة. فالترك حضور المساجد بغير عذر كترك أصل الجماعة بغير عذر، وبهذا تتفق الأحاديث وجميع الآثار إلى آخره. انتهى الكلام. وقد توعد الله من عطل المساجد ومنع إقامة الصلاة فيها، فقال تعالى: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. وفي إقامة صلاة الجماعة خارج المسجد تعطيل للمساجد أو تقليل من المصلين فيها، وبالتالي يكون في ذلك تقليل من أهمية الصلاة في النفوس. والله تعالى يقول: في بيوت نادي الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. وهذا يشمل رفعها حسيا ومعنويا، فكل ذلك مطلوب. لكن إذا دعت حاجة لإقامة صلاة الجماعة خارج المسجد، كأن يكون المصلون موظفين في دائرتهم وفي مجمع عملهم، وإذا صلوا في مكانهم كان أحسن للعمل، وكان في ذلك إلزام الموظفين بحضور الصلاة وإقامتها، ولا يتعطل من جراء ذلك المسجد الذي حولهم لوجود من يصلي فيه غيرهم، لعله في تلك الحال ونظرا لهذه المبررات لا يكون عليه حرج في الصلاة في دائرتهم. وأقل ما تعقد به صلاة الجماعة اثنان، لأن الجماعة مأخوذة من الاجتماع، والاثنان أقل ما يتحقق به الجمع.
والحديث أبي موسى مرفوعا الإسناد فما فوقهما جماعة رواه ابن ماجه والحديث من يتصدق على هذا فقال فقام رجل فصلى معه فقال هذان جماعة رواه أحمد وغيره ولقوله صلى الله عليه وسلم لمالك بن الحويرث ولأمكما أكبركما وحكي الإجماع على هذا ويباح للنساء حضور صلاة الجماعة في المساجد بإذن أزواجهن غير متطيبات وغير متبرجات بزينة مع التستر التام والابتعاد عن مخالطة الرجال ويكن وراء صفوف الرجال لحضورهن على هدي النبي صلى الله عليه وسلم ويسن حضورهن مجالس الوعظ ومجالس العلم منفردات عن الرجال ويسن لهن أن يصلين مع بعضهن جماعة منفردات عن الرجال سواء كانت إمامتهن منهن أو يأمهن أو يأمهن رجل لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أم ورقة أن تجعل لها مؤذنا وأمر طه أن تؤم أهل دارها رواه أحمد وأهل السنن وفعله غيرها من الصحابيات ويعوه من قوله صلى الله عليه وسلم تفضل صلاة الجماعات على صلاة الفرد ب27 درجة والأفضل للمسلم أن يصلي في المساجد الذي لا تقام فيه صلاة الجماعة إلا بحضور لأنه يحصل بذلك على ثواب إمارة المساجد فقد قال الله تعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر ثم الأكبر بعد ذلك صلاة الجماعة في المسجد الذي يكون أكثر جماعة من غيره لأنه أعظم أجرا لقوله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجال مع الرجل أزكى من صلاته وحده وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل وما كان أكثر فهو أحق إلى الله رواه أحمد وأبو داود وصححه ابن حبان ففيه أن ما كثر جمعه فهو أفضل لما في الاجتماع من نزول الرحمة والسكينة ولشؤون الدعاء ورجاء الإجابة لا سيما إذا كان فيه من العلماء وأهل الصلاح قال تعالى فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين ففيه استحباب الصلاة مع الجماعة الصالحين المحافظين على الطهارة وإصلاح الوضوء ثم الأفضل بعد ذلك الصلاة في المسجد القديم لسبق الطاعة فيه على المسجد الجديد ثم الأفضل بعد ذلك الصلاة في المسجد الأبعد عنه مسافة وهو أفضل من الصلاة في المسجد القريب بقوله صلى الله عليه وسلم أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم فأبعدهم ممشتا وذلك بأن أحدكم إذا توضأ فأحسن وضوءه وأتى المسجد لا يريد إلا الصلاة لم يخطو خطوة إلا ربع له بها درجة وحط عنه بها خطية حتى يدخل المسجد ولقوله عليه الصلاة والسلام يا بني سلمة دياركم تكتب آثاركم وبعض العلماء يرى أن أقرب المسجد هؤلاء لأن له جوارا دياركم يعني الزموا دياركم نعم أحسن الله إليك شيخا وبعض العلماء يرى أن أقرب المسجدين أولى لأن له جوارا فكان أحق بصلاته فيه ولأنه قد ورد لا صلاة لرجال المسجد إلا في المسجد ولأن تعدي المسجد القريب إليه إلى غيره ذريعة إلى هجر المسجد الذي يليه وإحراج الإمام بحيث يساوي به الظن ومن أحكام صلاة الجماعة أنه يحرم أن يؤم الجماعة في المسجد أحد غير إمامه الراتب إلا بإذنه أو عذره ففي صحيح مسلم وغيره ولا يؤمن الرجل في سلطانه إلا بإذنه قال النووي معناه أن صاحب البيت والمجلس والمجلس وإمام المسجد أحق من غيره ولأن في ذلك إساءة إلى إمام المسجد الراتب وتنفيرا عنه وتفريقا بين المسلمين وذهب بعض العلماء إلا أنه إذا صلى بجماعة المسجد غير إمامه الراتب بدون إذن أو عذر شرعي يسوغ ذلك أنها لا تصح صلاته مما يدل على خطورة هذه المسألة فلا ينبغي التساهل في شأنها ويجب على جماعة المسلمين أن يراعوا حق إيمانهم ولا يتعدوا عليه بصلاح بنفسه كما يجب على إمام المسجد أن يحترم حق المأمومين ولا يحرجهم
وهكذا كل يراشي حق الآخر حتى يحصل الوئام والتآلف بين الإمام والمأمومين. فإن تأخر الإمام عن الحضور فإن تأخر الإمام عن الحضور وضاق الوقت صلوا. فلأن أبي بكر الصديق وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما حين غاب النبي صلى الله عليه وسلم في ذهابه إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم فصلى أبو بكر رضي الله عنه وصلى عبد الرحمن بن عوف بالناس لما تخلف النبي صلى الله عليه وسلم في واقعة أخرى وصلى معه النبي صلى الله عليه وسلم الركعة الأخيرة ثم أتم صلاته وقال أحسنتم. ومن أحكام صلاة الجماعة أن من سبق له أن صلى ثم حضر إقامة الصلاة في المسجد سن له أن يصلي مع الجماعة تلك الصلاة التي أقيمت لحديث أبي ذر صل الصلاة لوقتها فإن أقيمت أنت في المسجد فصلي ولا تقل إني صليت فلا أصلي. رواه مسلم. وتكون هذه الصلاة في حقه نافلة كما جاء في الحديث الآخر من قوله صلى الله عليه وسلم من رجلين اللذين أمرهما النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة فإنهما لكما نافلة. ولئلا يكون قعوده والناس يصلون ذريعة إلى إساءة الظن به وأنه ليس من المصلين. ومن أحكام صلاة الجماعة أنها إذا أقيمت الصلاة أي إذا شرف المؤذن في إقامة الصلاة لم يجد الشروع في صلاة نافلة لا راتبة ولا تحية مسجد ولا غيرها. لقوله عليه الصلاة والسلام إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. رواه مسلم. وفي الرواية فلا صلاة إلا التي أقيمت فلا تنعقد صلاة النافلة التي أحرم فيها بعد إقامة الفريضة التي يريد أن يفعلها ذلك الإمام الذي أقيمت له. قال الإمام النووي رحمه الله والحكمة أن يتفرغ للفريضة من أولها فيشرع فيها عقب شروع الإمام. والمحافظة على مكملات الفريضة أولى من التشاغل بالنافلة ولأنه نهى صلى الله عليه وسلم عن الاختلاف على الأئمة ولحصول تكبيرة الإحرام ولا تحصل فضيلتها المنصوصة إلا بشهود تحريم الإمام. وإن أقيمت الصلاة وهو في صلاة نافلة قد أحرم بها من قبل أتمها خفيفة ولا يقطعها إلا أن يخشى فوات الجماعة لقول الله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم. فإن خشي فوت الجماعة قطع النافلة لأن الفرض أهم. باب في الأحكام التي تتعلق بالمسبوق. حسبك نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على كمال الأكملان على خير خلق الله وآله وصحبه ومن والاه. قرأت في الملخص السبتي لشيخنا الشيخ العلامة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان والكلام عن صلاة الجماعة كلام يطول ولكن ما ذكره المصنف نعرج على ملاحظة سريعة فيه. أولا أن التخلف عن الجماعة له إما يكون بعذر وهذا كما في القاعدة التي تقول أنه من تخلف عن أمر بعذر كتب له أجره ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمل مقيما صحيحا كما في الصحيح. أما التخلف الثاني الذي يكون بدون عذر إما بتكاسل أو يقول لك أنا في البيت جماعة وهذا يحدث عند كثير من الناس عافانا الله وإياكم يسمع الأذان ويكون المسجد بجواره ولك يحدث في البيت جماعة صلي في المكان الذي نحن فيه. فنقول هذا قد ضيع أمرا عظيما أيها الكرام الفضلاء. فعند من يقول بأن الصلاة بالجماعة واجبة يعتبر أن هنا فعل شيئا محرما وعند الجمهور يقولون تصح صلاته لكنه فاته خير كثير. ومن هذا الخير أن من توضأ في بيته ثم أرى الصلاة المكتوبة فهو له أجر الحاج المحرم كما عند الطبراني وعند المنذر في الترغيب والترهيب مر معنا في دراستنا للترغيب والترهيب بكتاب الصلاة أن من الخير الذي فاته أن صلاة الجماعة تقبل الفذة بخمس أو قال بسبع وعشرين درجة. من الفضل الذي فاته أن كل خطوة أداها تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة. من الذي فاته أنه إذا جاء يسجد تحط حق عنه سيئاته. من الفضل
الفضل الذي فاته من سد فرجة في الصلاة بنى الله له بيتا في الجنة، وأدلة كثيرة في مثل هذه الأمور، فلا يتساءل في ذلك. وأيضا في صلاة الناس في أماكن العمل، أيها الكرام الفضلاء، الشيخ بن باز رحمه الله في فتوى له وفي سؤال سئله الشيخ رحمه الله رحمة واسعة في ذلك، فحفظ عليهم أنهم يصلوها في مع الجماعة. وقدم هذا السؤال للشيخ بن باز رحمه الله رحمة واسعة. بهذا النص أقرأه لكم أيها الكرام الفضلاء. يقول سماحة الشيخ بن باز مفتي عام المملكة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نفيدكم يا سماحة الشيخ أننا مجموعة من الموظفين نعمل في دائرة حكومية، ويوجد مسجد مجاور لنا. يفصله الصوت واضح؟ الآن واضح الشيخ، لو تعيد البداية من سؤال الشيخ. نعم نعم، سئل الشيخ ابن الفوق رحمه الله رحمة واسعة السؤال يا سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز مفتي عام المملكة حافظه الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نفيدكم يا سماحة الشيخ أننا مجموعة من الموظفين نعمل في دائرة حكومية، ويوجد مسجد مجاور لنا يفصلنا عنه شارع عرضه 30 مترا فقط، ونسمع النداء بوضوح جلي، ونحن نصلي في مصلى عملناه في المكتب، وقد اطلعنا على فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء والمرفق لسماحتكم صورة منها بأنه لا تجوز الصلاة في إدارة حكومية بجوارها مسجد، وأنه يجب على الموظفين الصلاة في المسجد. والسؤال، هل تجوز لنا الصلاة في مكتبنا جماعة أم يجب علينا الصلاة في المسجد؟ وهل يجوز لمدير مكتبنا أن يلزمنا بالصلاة في المكتب مع عدم العذر الشرعي؟ نرجو الإجابة من سماحتكم، والله يحفظكم ويرعاكم من كل سوء، الداعين لك بالخير موظفي دائرة حكومية. فأجاب رحمه الله قائلا: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وبعد، الواجب عليكم وعلى المدير الصلاة في المسجد، ولا يجوز منكم التخلف عنها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر، رواه ابن ماجة في المساجد والجماعات. باب التغليظ في التخلف عن الجماعة برقم 93 بعد 700. وقد سئل ابن عباس رضي الله عنهما عن العذر فقال: خوف أو مرض. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه سأله رجل أعمى فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، فهل لي من رخصة أن أصلي في بيتي؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب. رواه الإمام مسلم في المساجد ومواضع الصلاة. باب يجب إتيان المسجد على من سمع النداء برقم 53 و600. والنسائي في الإمامة. باب المحافظة على الصلوات حيث ينادى بهن برقم 50 و800. وقال ابن مسعود رضي الله عنه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: لقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق أو مريض. فالواجب عليكم جميعا العناية بالصلاة في المسجد مع الجماعة، وعدم التشبه بأعداء الله المنافقين. وفقكم الله ويسر أمركم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مفتي عام المملكة العربية السعودية عبد العزيز بن عبد الله بن باز. انتهى. ولذلك نقول أيها الكرام الفضلاء، علينا أن نهتم بأمر الجماعة، وأن نهتم بأمر أولادنا أيضا الذكور منهم أن يصلوها في المساجد. قال صلى الله عليه وسلم عند أبي داود وغيرهم: أمروا أولادكم بالصلاة بالسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. وقال شيخ الخضير في
شيخنا الشيخ العلامة الخضير في محاضرة ناتئة موجودة على الشبكة، وكان ذلك قبل سنوات في جدة بعد ما نزلت بها السيول. قال: ونعجب من بعض أولياء الأمور في البيوت أنهم يوقظون أبناءهم للذهاب إلى المدارس والأعمال، ولا يوقظونهم إلى الذهاب إلى الصلاة، ثم يقولون: دعوهم إنهم قد ناموا وقد سهروا وقد رجعوا من الأعمال متعبين. وينبغي لكل مسلم أن يخلص رقبته من النار، وأن يخلص رقبة من يرعاه من النار. قال عليه الصلاة والسلام في الصحيح: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. اللهم اجعلنا وإياكم من أهل صلاة الجماعة، وصلى على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أخر دعاء